تلامس مشاعر يعني إيه غناها أتذكر الفنان علي محمد، وحتى كان يغنيها وأبوه الله يرحمه كان مريض في المستشفى، فكان أتذكر كان يغني وعيونه دموعه تنزل يعني. فالقصيدة تقول يا أبوي يا ابن يا أبوي أنا ابنك ولوحة، يا أبوي أنا ابنك ولوحة من تلاوينك، أفرح لفرحك وما يبكيك يبكيني، يا أبوي عمري تبسم من شق سنينك، تحرك حياتك الخاطر تضوي سنيني، ما أقدر أوفي جمايل فضلك وزينك، كل ما أعطيتك هرى دنياك تعطيني، يرحل ودادي يدور عن عناوينك، يلقاك عندي وساكن في وسط عيني، أعطش وتسكي حياتي من شرايينك، أبرد وقلبك من أحسن.